السلام عليكم. اليوم غادي نجاوب على السؤال ديال شحال من مره خصني نتريني الميسكل في النهار بواحد الشكل علمي. الو باش غادي نبدا اول حاجه بالتعريف ديال البروتين سينثيسيس. الو شنو هو البروتين سينثيسيس؟ هو العمليه ديال تركيب البروتين في الخليه العضليه، يعني بناء هيكل عضلي جديد عن طريق الجمع ديال الاحماض الامينيه فيما بينها والتركيب ديالها في العضله على واحد الاشكال كبر. هذه القضيه معروفه تحت اسم ميسكل ابرتروفي، اللي هو العمليه اللي به العضله كتكبر. بخلاصه يعني باش نشرح هذا الشيء اكثر ونبسطه اكثر، كنهضر على التفاعلات الكيميائيه اللي كتوقع في الميسكل من بعد الحصه ديال التمرين، واللي كتمكن من تجديد او لبناء عضله اكبر واقوى. الو كما قلنا، هاد البروتين سينثيسيس هما المجموعه من التفاعلات الكيميائيه اللي كتوقع في العضله من بعد الحصه ديال التمرين، واللي كتخلي العضله ديالك تجدد او لا تبنى وتولي قويه وكبيره كبيره اكثر. الو هاد البروتين سينثيسيس كيبدا مباشره من بعد ملي كتسالي لونطريمون وخلال اول وجبه ديالك. داكشي علاش كنت قلت لكم ضروري خصكم في ورا لونطريمون خصك تاخذ واحد الكاليتي زوينه ديال البروتين وفيها احماض امينيه، سورتو البي سي اي اي اللي كتمكن، سورتو اللوسين حتى هو تيطلع من المستوى ديال البروتين سينثيسيس. مهم خلاصه بلا ما نكثر عليكم في السميات وفي داكشي، من ورا الحصه ديال لونطريمون بواحد تقريبا 30 دقيقه تيخصك تاكل واحد لا سورس زوينه بزاف ديال البروتين، ومعها تاخذ شويه ديال لي كاربس. الوغ هاد البروتين سينثيسيس من بعد من ورا ملي كتاخذ هاد الوجبه، يعني من ورا لونطريمون ديالك، كتبدا هاد التفاعلات الكيميائيه وكتبقى غادا طالعه 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 حتى خلال 24 ساعه. ملي كتوصل ديك 24 ساعه من بعد لونطريمون كتوصل لواحد لو بيك، يعني القمه ديالها. اون فوا توصل داك لو بيك تبدا تهبط عاوتاني، تتبقى غادا هابطه حتى توصل 48 ساعه. من بعد 48 ساعه هاد التفاعلات الكيميائيه كترجع عاديه نورمال في الميسكل ديالك، يعني بحال ما ترينيتيش، يعني صافي تترجع للنورمال ديالك. اي الو هادشي شنو تيعني؟ تيعني ان الميسكل ديالك قادر باش يعاود يخدم مره اخرى، يعني تقد تعاود تريني الميسكل ديالك مره اخرى من بعد 48 ساعه. الو كما قلنا، خلال 48 ساعه من بعد الحصه ديال التمرين الميسكل ديالك تيكون موجود باش الحصه ديال التمرين وحده اخرى. ولكن هنا غادي تسولوني على الريكوفري والتقطع ديال اللحم من بعد لونطريمون وداكشي. الدراسات العلميه بينات ان التقطع ديال اللحم ان لونطريمون خلال التقطع ديال اللحم ما تيشكل حتى شي ضرر على البناء او التضخيم او التقويه ديال العضله، وما عندوش علاقه بالريكوفري او تقطع اللحم. بغيت نقول انه الا كان مقطع فيه اللحم العضله ديالي، يعني ما هذا الشيء ما تيعنيش ان العضله محتاجه للراحه اكثر او ريكوفري اكثر. علاش؟ حيت البروتين سينثيسيس كتبقى لمده 48 ساعه من بعد كترجع عادي، وهذا الشيء بطبيعه الحال عنده علاقه بعوامل اخرى اللي غادي نشرحها لكم دابا. عنده علاقه بالتغذيه، يعني واش كتاكل مزيان، كتاخذ الكالوري اللي كتحتاج، فيهم البروتين الكافي اللي تحتاج الكور ديالك، فيهم الكاربز الكافيين اللي كتحتاج، وفيهم الدهون الكافيه اللي كتحتاج، زائد الفيتامين اي لي مينيرو. وعنده علاقه عاوتاني بشحال كميه ديال الراحه اللي كتحط لراسك، يعني واش تنعس مزيان او ما كتنعش مزيان، والكميه ديال النعاس. خصكم تفرقوا ما بين الكاليتي ديال النعاس والكميه ديال النعاس. الا نعست 8 السوايع بواحد الكاليتي اللي هي زوينه كتكون كافيه، بحيث انك بحيث انك الا نعستي باغ اكزومبل 10 ديال السوايع ولكن ما نعستيش مرتاح فانها كتبقى ما كافياش. يعني خصك تشوف الكاليتي والكميه، ماشي غير الكميه ديال النعاس بحديتها. عنده علاقه عاوتاني بالنوع ديال لونطريمون. الا كنتي باغ اكزومبل تتريني مثلا في الحصه ديالك تتريني واحد النوع ديال البروغرام اللي كتسمى هاي فوليوم، يعني كيكونوا لي ريبيتيسيون فيهم طالعين مقارنه الا كانوا لي ريبيتيسيون هابطين. الوغ الا كانوا لي ريبيتيسيون طالعين فان لوكور ديالك اولا البروتين سينثيسيس غتبقى لمده طوال، حين ان الا كانوا لي ريبيتيسيون هابطين، حيت ان هذا الشيء عنده علاقه بالسترينث وليبرتروفي كما قلنا. الوغ
غندوز واحد البارتي اخرى بدراسات عاوتاني اللي دارت مؤخرا شنو بينات. قال لك ان الا شديتي مثلا عندك غنقول نامبورتو كوا غنقول اي غنقول تخرميزه باش تفهموا، ماشي تخرميزه يعني غنبسط الامور لاقصى درجه باش تفهموني علاش تنهضر. تنهضر هنا على الفريكونسي ترينين، يعني شنو داروا؟ شدوا واحد المجموعه من ديال لي جروب، مجموعه كتريني 3 ايام في السيمانه ومجموعه كتريني 6 ايام في السيمانه من خلال واحد المده ديال لونطريمون ونفس البروغرام اللي عند هادو عند هادو. من بعد واحد المده تبينات على ان الناس اللي تيترينو 6 مرات في السيمانه كان عندهم واحد الجينز اكثر في السترينت وفي الهايبرتروفي يعني في التضخيم العضلي. الوغ مقارنه الناس اللي كانوا تيترينو غير 3 كان عندهم ريزولتا قل من الناس اللي تيترينو 6 ايام في السيمانه. هادشي تيعني ان مثلا الا كانوا بحيث ان نفس لي سيت نفس لي السيريات اللي كانوا تيديروا هادو في السيمانه تيديروا هادو في السيمانه. شنو الفرق؟ ان الناس اللي كانوا تيترينو 6 ايام كانوا تيقسموا البروغرام على جوج. يعني باغ اكزومبل مثال عندي انا في الصدر كندير فيه 10 ديال السيريات في مختلف ديال لي زيكزارسيس كندير 10 ديال لي سيريات. هادشي تيعني ان الا فرقت هاد العشرة على 5 5، يعني مثلا اليوم درت 5 سيريات ودازت 48 ساعه ودرت 5 سيريات اخرين غنشوف ريزولتا احسن الا درت دوك العشرة سيريات في دقه واحده وفي نهار واحد. هادشي اللي تيعني انا راه ماشي نقول لكش تجي مثلا باش غادي تريني الصدر غادي تضرب الصدر مزيان في داك النهار الاول وغادي تطلع غادي تضرب غادي تفرشهم مره، فهمتي؟ يعني كاع البروغرام ديالك غادي تحطو تما كايناش ومن بعد 48 ساعة تعاود تريني عاوتاني فهنا عشرين غادي تفرش تو سامبلومون. هادشي اللي تنقول لك حيت هو غادي يكون محتاج ريكوفري عاوتاني كثر. كما قلت هادشي عنده علاقة حتى بالطريقة ديال لونطريمون ديالك اللي كتريني. يعني شنو خصني ندير؟ خصني هاد البروغرام اللي تندير مثلا ديال السيستم نقسمو على جوج، ندير مرة اثنين ومرة مثلا الخميس مثال، يعني من بعد على الأقل 48 ساعة نقدر نعاود نترين السدر ونترين جوج مرات في السيمانه غنشوف ريزولتا احسن. الخلاصه ديال هذا الشيء كامل شفت راسي بقيت تنطول وتندخل هنا وتندخل هنا ونخرج هنا، ما عليناش. الخلاصه ديال هذا الشيء كامل عندي السدر في 10 سيريات، الا شديت دوك 10 سيريات ودرتهم في نهار واحد وتسنيت سيمانه عاد عاود خدمتهم غنشوف ريزولتا، ماشي ما غنشوفهاش. ولكن الا شديت دوك 10 سيريات وقسمتهم على يومين 5 5، يعني ترينيت المسكل جوج مرات في السيمانه غنشوف ريزولتا احسن من المثال اللي عطيتكم في الاول، يعني احسن من انني الا ترينيتهم في نهار واحد. هادشي اللي كاين وكنتمنى تكونوا فهمتوا، وكنتمنى انا شخصيا كنتريني المسكل جوج مرات في السيمانه. مثلا البارح ترينيت الصدر وظهر تنجمعهم جوج، مش نقدر نترينيهم جوج مرات في السيمانه، ومن الاحسن تجمعهم جوج حتى تحس بواحد الاحساس ناري ما نقولكش جربهم ورد عليا. جوج خدمت الصدر وظهر. مثلا في الصدر شنو تندير؟ عندي جوج ديال لي زيكزيرس في الصدر، عندي الانكلاين بنش بريس وعندي الفلات بنش بريس، هذا هو الصدر. الظهر شنو عندي؟ عندي خدمت الديد ليفت وخدمت الباربل رو، جوج ديال لي زيكزيرس في الظهر. هادشي بالنسبه ليا كافي. من بعد عاوتاني نهار الخميس ان شاء الله غادي نعاود نترينيه، ولكن غنتريني عاوتاني هاي فوليوم، غادي نطلع لي ريبيتيسيون، غادي نخدم واحد فارياسيون دي زيكزيرسيس وحدين اخرين بيان سيغ. ما نخدمش هادشي اللي خدمت البارح حيت ديجا خدمت بحال اللي تقول البروغرام تشدو تنقسمو على جوج. والسلام عليكم، وهادشي اللي كاين، ونتمنى ما نكونش طولت عليكم وتهلاو في راسكم. ولا كاين شي سؤال ما تنساوش تسولوني، تابوناو في لاشين ديالي ودعموني. يلا باي باي.